معلش يا محمود استحمل معلش. من فضلك من فضلك الحقينا تعبان قوي. 50 جنيه لو سمحتي. ايه 50 جنيه ده كتير قوي، دي حاله طوارئ. والله دي اوامر المستشفى. خدي خدي يا سامي 50 جنيه المحفظه. بس انت ما معكش غيرها يا محمود. مش مهم اديها لها، الحقيني بالدكتور. اتفضلوا استريحوا هنا على ما ادخل للدكتور. تعال استنى الدكتور. معلش يا محمود هان استحمل معلش تندر رينال انجل والكيدني بالبابل. يعني ايه مش فاهم؟ يعني في مشاكل في الكليه واحتمال يبقى في اوبستراكتد كيدني، وفي الحاله دي هيحتاج جراحه سريعه. عمليه يعني؟ عمليه ايه يا دكتور؟ الاول لازم نعمل شويه تحاليل سريعه. تحاليل؟ تحاليل ايه؟ هنعملها هنا وبعد كده هنقرر يا نعمل الجراحه يا ياخد علاج سريع ويروح. هو في ايه بالظبط يا دكتور؟ امر دكتور. الحالة دي تحليل دم وتحليل بول وام ار اي ورينال ايزوتوب وبسرعة. تحت امرك يا دكتور. استنى خد المريض معاك على المعمل. تعال تعال يا محمود. استنى قول للسكرتيرة تدخل الحالة اللي بره. حاضر يا دكتور. خير يا سامي؟ مجدي معاك فلوس؟ ايوه معايا يعني حوالي 20 30 جنيه. ما ينفعوش، ده المعمل لوحده عايز 100 جنيه. معمل؟ معمل ايه؟ هو محمود مال؟ الدكتور بيقول ان احتمال يعمل عمليه. عمليه ايه بعد الشر؟ بيقول ان الكلى فيها حظو. الكلى؟ ايوه. عشان كده بيقول جنبي بيتقطع والسكاكين. طب هتعملي ايه؟ هفضل معاه طبعا، ده جوزي. انت ناسي انه مكتوب كتابنا؟ قصدي هتعملي ايه في الفلوس؟ ده المعمل لوحده طالب 100 جنيه. غير ال 50 جنيه اللي خدوها كشف. مش حال بقى لو الحكايه دخلت في عمليه، تبقى مصيبه. انا راجعه له معاها لو سمحت. حاضر. مفيش قدامي غير العمليه. عمليه؟ طب ممكن حضرتك تديله اي مسكن لحد الصبح؟ اصله مدرس يعني ليه تامين صحي. مسكن بس لحد ما نوديه مستشفى حكوميه بكره ونعمل عمليه هناك. انا ما اقدرش اديله مسكن، التدخل الجراحي فورا هو فرصته الوحيده عشان يعيش. عايزين تاخدوه وتودوه اي حته انتوا احرار، اتفضلوا شيلوه بس على مسؤوليتكم. في فلوس المعمل 100 جنيه. بس الحقيقه احنا ما معناش المبلغ ده دلوقتي. يا ستي مش مشكله، احنا في المريض وحالته خطيره، قرروا بسرعه نعمل العمليه ولا تاخدوه. انا ما عنديش وقت. روح هات تعهد يمضوا عليه بخروج المريض بس على مسؤوليتهم. تحت امرك. لا 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 استنى، تعهد ايه؟ يا ستي امضي التعهد وخدي المريض ده وريله على مسكن، وديه لدكتور تاني، استني للصبح، انت حرة. أنا قلت اللي عندي. روح هات تعهد. حاضر. لا لا استنى. مش عايزين تعهد. اعمل عملية يا دكتور. بس العملية دي لازم هتتكلف. طبعًا. هتتكلف كام؟ مش أقل من 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ ده مبلغ كبير قوي. أرجوكي امضي التعهد وخدي المريض وديه أي حتة أنت عاوزاها، ما تضيعيش وقت. لان لو مكتوب له يحصل له حاجه تحصل بعيد عن المستشفى بتاعتنا. اوديه فين بس؟ اوديه فين؟ ماشي يا دكتور اعملوا العمليه. وال2000 جنيه انا هتصرف. من فضلك يا دكتور اعمل عمليه بسرعه ومش هتاخر عليك ساعه بالكتير. هتعملي ايه؟ قلت لك هتصرف يا سيدي بسرعه يا دكتور. قول لهم يجهزوا اوضه العمليات. طب هتعملي ايه؟ هعمل ايه يعني؟ هبيع شبكتي. معقوله هتبيع الذهب بتاعك؟ عندك حل تاني يا استاذ مجدي؟ طب اجي معاكي. تيجي معايا فين بس؟ يلا على المدرسه بالولاد لا يتاخروا، اهاليهم يقلقوا عليهم. انا هبيع الشبكه واجيب الفلوس وارجع على طول. بالسلامه انت. طيب اركبي معانا نوصلك لاقرب سايق واحنا هنتكل على الله. اتفضلي. طيب انا جايه اهو. الو. ايوه مين؟ ايه يا ساميه؟
انت تاخرتي كده ليه يا بنتي؟ الله، مستشفى؟ مستشفى ايه؟ الله، محمود ماله؟ عملية ايه؟ انا مش فاهمة حاجة. لا حول ولا قوة الا بالله. طب اول ما يخرج من الأوضة العمليات تبقى تطلبينها يا بنتي وطمنينا. اقولك ابعتلك ابوكي اول ما يرجع من الشغل. معقولة يا سامية هتقعدي معاه لوحدك وتقعدي كده مستنية؟ طيب طيب يا بنتي يلا مع السلامة. سبحان الله، انا عارفة عملية ايه دي اللي تتعمل على غفلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سامية رجع بالسلامة؟ لا لسه، دي يدوبك قافلة معايا دلوقتي من التليفون. بتقول يا اخويا ان محمود تعب ودوه المستشفى بيعملوا له عمليه. عمليه؟ عمليه ايه؟ ما هو كان كويس الصبح لما جاي ياخدها عشان يروح رحله المدرسه. والله هي قالت كده بس. طب هو المستشفى ايه؟ ما قالتش، كل اللي قالته ان هو في اوضه العمليات لما يخرج هتبقى اطمنه. وما سالتيش على عنوان المستشفى ليه يا اخويا؟ كانت متلهوجه، انا كمان سهى عليا اسالها. طيب بقولك ايه، اعملي لقمه كده احسن، انا ما اكلتش من اول النهار وجايز البنت تكلمني اروح اسهر معاها في المستشفى، ما اقدرش اخرج وانا على لحم بطني. حاضر يا اخويا، على بالي انت بس ما تغير هدومك كده وتتوضى وتصلي العشاء اكون انا عملت لك لقمه تاكلها. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم الاعتراض يا رب، اللهم الاعتراض. ألو، أنا الدكتور شريف خير، أسف إن أنا بتصل في وقت غير مناسب. كله تمام يا فندم؟ اللي بندور عليه الإناء اللي احنا عايزينه بالظبط. يا ريت لو نقدر ننقل الباشا اللي لادي المستشفى هنا نقدر نعمل العملية النهاردة. اهلا وسهلا، انا منتظركم، انا مش هتحرك. على فكره تعملوا حسابكم ان التكلفه هتزيد شويه، ده سوق وله قوانينه. يا ستي تهون كل الفلوس قدام الصح، مش كده ولا ايه؟ كاش لو سمحتي، بلاش شيكات. اوكي انا في انتظاركم، مع السلامه. كتب له عمر جديد، اخوكي مش كده؟ لا جوزي، مكتوب كتابنا وزميلي في المدرسه. مدرسين؟ هايل، المدرسين اليومين دول سوقهم ماشي قوي، دروس خصوصيه ومكافئات امتحانات، كويس قوي. هو على فكره دلوقتي تمام والعمليه زي الفل. الحمد لله. بس هيقعد عندنا كام يوم لغايه الجرح ما يلتئم ويخرج زي البومب واحسن من الاول كمان. لسه هيقعد كام يوم؟ طبعا، دي عمليه كبيره يا هانم. جهزتي الفلوس؟ ودفعتهم في الحسابات الألفين جنيه مش كده؟ الألفين جنيه دول تكلفة العملية، ما تنسيش حساب الإقامة في المستشفى كام يوم اللي هيقعدهم فيها، إشراف ورعاية طبية وأدوية. مفهوم مفهوم يا دكتور. اتفضلي استريحي، هبعتلك حد من الحسابات عشان تعرفي الحساب بالظبط على بال ما جوزك ينقلوه قطه تطلعي تطمني عليه. اتفضل. شكرا شكرا يا دكتور. جهزي العملية الجاية.